علاجاتها. سقوط القدم يعني تأثر في العصب الوركي عرق النساء وضغط متواصل والتهاب على هذا العصب الحساس اللي بخرج من النخاع الشوكي من الـ L5 الـ S1 الـ L4 L5 S1 S2 S3 في 5 فروع عصبية. هذه الفروع العصبية بتشكل بعدين فرعين رئيسيات من العصب الوركي بعد نزوله من تحت أعلى الحوض من خلف عضلات الفخذ من الأعلى. وهدول الفرعين كل فرع بيكون بحجم الإصبع. هلأ النخاع الشوكي في عنا في النخاع الشوكي في المنطقة الأمامية اللي هي الألياف الحسية، المنطقة الأمامية من الأمام الألياف الحركية، والمنطقة الخلفية من النخاع الشوكي الألياف الحسية. الألياف الحسية مع الألياف الحركية كلها بتمشي مع آلاف الألياف طبعا في العصب الوركي وبتضلها متوجهة للقدم مرورا في الفخذ من الخلف وعضلات السمانة والعضلات الأمامية من الساق وعضلات القدم العلوية وعضلات القدم السفلية. هذه الألياف العصبية في منها ألياف حسي، وإذا صار في عنا خلل في هذه الألياف الحسية نتيجة عرق النساء، نتيجة الانزلاق الغضروفي، نتيجة أمراض عصبية زي التصلب اللويحي، بمختلف الأسباب بتؤدي لتلف في الألياف الحسية، وهذا حنشعر فيه عن طريق الآلام طبعا الحادة الحارقة اللي بتسري مع سيران العصب، وحنشعر فيه عن طريق التنميل والخضران والتنخيز والخضران الكامل للرجل، عدم الشعور فيها، عدم الشعور أثناء المشي. هذه من ناحية حسية. بس في عنا ألياف حركية كمان بتصير تضعف من العصب، وهذا بيؤدي لضعف العضلات المغذية من هذه الألياف. إذا حكينا عن عضلات الأمامية من القدم مغذية من عصبين رئيسيين كفروع للعصب الوركي اللي هم ديب وسوبرفيشال بيرينوال نيرف، بغطوا المنطقة الأمامية من الساق مع المنطقة الأمامية من العلوية من القدم والعضلات هذه كلها. إذا صار في ضغط وخلل وضعف في هاي الحالة ما بيصير في عندي مقدرة إني أرفع إجري أثناء المشي، وبصير أعوض هذا الرفع بإنه أصير أرفع الحوض للأعلى، أصير أرفع الركبة للأعلى وأنا ماشي وأجر بإجري للأسفل، الحفاية بتصير تنزل من إجري، البصيرة تعثر كتير، ومن هون بصير أحس إنه في شغلة غلط في الإجر هذا كضعف، وهذا هو سقوط القدم. طيب إذا صار في عنا ضعف سواء حسي أو حركي، احنا هلا بنحكي عن ألياف حركية صار فيها ضعف، يعني صار في عنا ضعف في العضلات، ما في عنا مشكلة في الألم، راح الألم، راح التنميل، ولما نقولكم الألم نعمة وما تقتلوا بإبر الكورتيزون أو في المسكنات، خلوا الألم كمنبه لإلكم ما بتسمعوني. بس لما نحكي لكم إنه ما في ألم بس صار في عندي ضعف، صار في عندي مشكلة في المشي، مشكلة كبيرة بعاني منها، شو الحل؟ كيف بدنا نقوي العصب؟ بدي أقوي العضلات، ومن خلال تقوية العضلات أنا بقوي العصب، وتقوية العضلات ما بيجي إلا عن طريق التمارين، التمارين اللي لازم كل يوم أسويها لتقوية العضلات اللي بترفع القدم للأعلى وعضلات الساق وعضلات مفصل الركبة اللي أزيد من الكتلة العضلية. أفضل التمارين، أفضل التمارين لتقوية العضلات حسب الضعف اللي موجود في القدم. إذا ما في أي حركة، ما بقدر أرفع إجري نهائي، يعني ضعف كبير، في الحالة لازم أبلش في تمارين أنا بعملها في إيدي، وبصير أحرك القدم للأعلى، أحرك الأصابع للأعلى، أحرك يعني الرجل كأنها
انا بحركها بالحركات اللي هي المفروض تحركها، بس ضعيف الرجل مش قادر ترفع لفوق، اصبعي الكبير مش قادر ارفعه. ببلش من هاي الاجراءات وهاي التمارين. اذا الوضع شوي صار يتحسن عندي، في مشدات خصوصي بتمسك القدم من الامام وممكن نمسكها مع فوق الركبة، يعني نلقطها مع فوق الركبة اللي تحفظ القدم اثناء رفعة الرجل للاعلى للاعلى. هذا ممكن يساعد لما اصير امشي واصير اتحرك، ممكن يصير كمساعدة لإلي اني اصير ارفع اجري وامشي بدرجة اصح. الشغلة الثانية بدي اعمل تمارين تعمل عملية اطالة للعضلات الخلفية من مفصل الركبة وعضلات السمانة والأتشيلس تندون، هذا الوتر العرقوق من الخلف. لما يصير في ضعف عضلي لمنطقة معينة علوية من الساق، بنفس الوقت بصير في عندي تشنجات حادة وتصلبات وقصر في العضلات المعاكسة من الساق، يعني الباطن القدم حيصير في عنا انكماش، عضلات السماني انكماش وتشنجات، وهذه التشنجات بتكون عائق اكبر كمان انه ارفع رجلي كمان مرة للاعلى. فلازم اعمل تمارين استرتشنج واطالة وتليين لعضلات السماني، يعني بدي مثلا اوقف مستقيم احني حالي للامام شوي شوي لاحس في الضغط هذا على هاي العضلات، احط اجري واصير اعمل كل تمارين استرتشنج للمنطقة الخلفية من العضلات. التمارين الثالثة بدي احط اي شيء خشن على في البيت او برا البيت، اي شيء خشن، رمل، ملح خشن، صرار خشن، عدس، خردل، اي شيء اي شيء على الارض انا بدي الصلاة بتاعته والخشونة، واصير كل يوم امشي في كامل قوتي في كامل باطن القدم واضغط وانا ماشي على هذا الصرار او هذا الرمل او هذا اي شيء خشن موجود على الارضية. بحط لي 10 متر بجنب الجدار او في داخل البيت وبظلني امشي رايح جاي رايح جاي 10 دقائق ل15 دقيقة، حتعطيكم افادة قوية في تنبيه الاعصاب الحركية والحسية في باطن القدم. كل النهايات العصبية بتتنشط، كل جسمكم بتنشط نتيجة انه نمشي على اسطح الخشن، يعني هذا حسب الرفلكسولوجي. تمارين لتقوية مفصل الركبة افضل شيء انكم تجيبوا لكم دراجة هوائية.